ما نصيحتك لمن أراد أن يطلب العلم الشرعي ولكن أكثر الأهل والأصدقاء يقولون له الاتجاه العلمي خير لك، وما هي الكتب التي تنصحون بها؟ كيف الاتجاه العلمي خير لك من إيش؟ ما هو الاتجاه العلمي؟ طلب العلم لا شك أنه على قسمين، قسم فرض عين، فريضة على كل مسلم، أن يتعلم أمور دينه، أن يتعلم أمور دينه، هذا فرض على كل مسلم. أما القسم الثاني وهو المعاملات والأنكحة والبيوع والمواريث فهذا فرض كفاية، إذا وجد من يكفي تعلمه من المسلمين فإنهم يكفون ويصبح سنة، تعلمه سنة في حق الباقين. وأما الكتب فهي كثيرة، والمدرس الذي تدرس عليها والشيخ الذي تجلس عنده هو الذي يوجهك إلى الكتب التي يدرسك إياها ويشرحها لك. نعم.